يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم إيش بتسوي؟ اليوم عندنا سيناريو وقصة مفبركين. أم مختلفة مع ولدها على الورث وهالقصة كلها مفبركة، حتى البرنامج اللي في برنامجنا واسمه الصلح خير مفبرك والمذيع مش مذيع، وفي وسطاء هم راح يحلون المشكلة اللي بين الأم وولدها بعد معانا ممثلين، لكن في وسيط بينهم هو الضحية حاول بشتى الطرق إنه يصلح بين الأم وولدها، لكن في النهاية مثل ما قلت لكم هو ضحية. عزيزي المشاهد، لو أنت حاولت تصلح بين الأم وولدها وطلعت الضحية، إيش بتسوي؟ هلا والله أخوي، أخبارك؟ عساك طيب. تفضل. وصل ضحيتنا اليوم وخذ مكانه بين الممثلين اللي زرعهم حول فريق العمل. وابتدينا تصوير الحلقة المفبركة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائنا المشاهدين في برنامج الصلح خير. بما أن شهر رمضان قرب، لقيناها فرصة أن نرجع لحلقاتنا اللي تجمع بين القلوب وتصلح بين اثنين، واللي ساهم في هذا الشيء أنتم. اليوم عندنا أمنا العزيزة أم أحمد، فقررنا نسمع مشكلتها مع الطرف الثاني ونستضيفه، وبعدها راح نشوف الرأي المحايد من وسطائنا في الاستديو في هذه الحلقة واللي ما لهم أي علاقة في الأم والابن. مساك الله بالخير أمي أم أحمد. مساك الله بالنور والسرور يا ولدي. شلونك أم عساك؟ الله يسلمك ويطول في عمرك. شلون صحتك؟ الحمد لله، نحمد ونشكره على كل حال. يما شنو المشكلة بالضبط؟ شنو صاير بينك وبين ولدك أحمد؟ المشكلة يباه يبي يبيع البيت اللي أنا قاعدة فيه، وهو بيت شعبي، وهو يبني له الحين بيت، يقول لي ببيع البيت علي ديون وتعالي ببني لك ملحق، ولا حد يجيك ولا تروحين حق حد، قاعدي في الملحق هذا اللي برا. فأنا ما أبي أبيع البيت يا ولدي. بلا، يعني المشكله هي انه هو بيطلعك من البيت اللي انت الشعب اللي انت ساكنه أيه فيه وسكنك في 40 سنه ساكنه فيه من عقب المرحوم جايبه وش اسمه جايبته هو واخوانه في ذا البيت، وانا ما ابي اطلع من البيت، ما ابي اروح الملحق. بلا، وانت جايه ما تشوفين حل عشان يكون الصلح بينك وبين ولدك. ايوه، لانه 5 سنوات لا يكلمني ولا يزورني ولا دي. انا مشتاقه له وابي اشوفه يا ولدي. اخوي احمد شلونك؟ الحمد لله. عساك طيب. الحمد لله. أخوي سمعت كلام أمك يوم سألناه عن المشكلة، شنو المشكلة أخوي بالضبط؟ أو شنو وجهة نظرك من المشكلة أنت؟ شنو الحل؟ المسألة جدا بسيطة وسهلة، هي قاعدة في البيت مش محتاجة هالمساحة كلها تقعد بروحها فيها. قلت لها أنا في ملحق عندي في البيت، تعالي قعدي فيه 4 في 4 بالحمام عزكم الله، تقعد ومعززة مكرمة أجيب لها الغداء والعشاء والريوق يوميا، وحتى أدويتها بعد بأجيبها لها. بس قلت لها تعالي عندي، وبس عندي شرط، هي عارفتها على ما أظن، عيالي وزوجتي هي ما لها علاقة فيهم، وبس وتقعد في مكانها. يعني بعد اشتبي أكثر من كذي شو أسوي لها؟ يعني شنو السبب أخوي بالضبط؟ ليش تبي تطلعها من بيتها؟ يا أخوي علي أنا ديون، علي التزامات، علي قروض أبا أسددها، وهي قاعدة في هالبيت تقول لك المرحوم، خلاص المرحوم الله يرحمه يعني راح. الله يرحمه. تقعدين في البيت ايش كبره، ايش تبين فيه يعني؟ ولا هو عناد بس في ولدك؟ يعني ما اعرف هي ليش قاعد تسوي كذي، واخر شيء تقول وحشني 5 سنين ولا ما ادري ايش قاعد تقول، حاسبة كم سنة ما شاء الله عليها. ما ادري يعني، المفروض هي تصير ام شوي. وليش ما تسكنها اخوي في البيت عندك داخل؟ ليش في ملحق يعني؟ لانه هي تسوي مشاكل مع المرة، وبيني وبينك هاي الحين بعد الحين المره والله قالت لي لا تروح الاستوديو، لا تروح، امك بتسوي لك بلبله، امك بتعور راسك، وهذا اللي الحين صار لي 5 دقائق وانا راسي عورني. الله يعيني بعد اذا برنامجكم هاي ما ادري كم. اتق الله يا ولدي. ان شاء الله. اتق الله. لا اله الا الله، اذكر الله يا ولدي. ذاكره دائما وانت عارفه. انا امك ومشتاقه على شوفتك، لا مال ولا ذي بيعوض. قولي حق نفسك لا مال ولا ذي، وخلي البيت عندك ما اشتبين فيه بصراحه، ولا هو عناد فيني انا عارف. ابن ادم يروح ما ياخذ معاه الا عمله، لا فلوس ولا غير فلوس يا ولدي. 5 سنوات امك تعبت عليك، 9 شهور في بطني، انا مشتاقه لك على شوفتك، انا ما همتني الفلوس، المهم اني اشوفك. والله عندك صور وايد في البيت تقدرين تفلفلين فيهم تشوفينهم براحتك.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أعزائي المشاهدين، الله يهديك ويصلحك. ننتقل إلى ضيوف الحلقة اللي معانا في الاستديو. أستاذ جاسم، شنو رأيك بالموضوع باللي سمعته؟ يعني أنا اللي سمعته صراحة صدمني، يعني صراحة يعني أنا بس بسأله، الجنة تحت أقدام أمه ولا مرته؟ هو شكله بس إنه ماشي ورا مرته يعني. لا الواضح إنك ماشي ورا مرتك. هاي الواضح ماشي ورا مرتك. لا ليش؟ تخربط علينا. ليش؟ واضح إنك ماشي ورا مرتك. بعد أخربط. ما عليه، لا تعين من الله خير بس. زين؟ صحيح. أنت الحين تطلع أمك من البيت. لا وتقعدها في ملحق ما تستحي على وجهك انت يا اخي. ليش تقعد امك في ملحق 4x4؟ ايش تبي بعد اسكنها في ملعب تنس؟ لا لا هاي مو بصاحي يعني. انا لو سمحت اتكلم مع واحد بعد اذنك بصاحي. لو سمحت يا اخي، لو سمحت انت، انا مش جاي هنا يغلطون علي يا اخي. انت اللي قاعد غلط على نفسك. انا غلط؟ انا ايش قلت؟ انا ما واحد شي يتناقش مع هذه يعني. انت تخلي امك في ملحق 4x4 وعندك بيت ايش كبره تسرح وتمرح فيه؟ ما عليك. هل هذا منطقي؟ امك ادري انها امي، انا قلت لك ما عليك. اخوي احمد نحترم وجهات النظر ونسمع، راح يجي وقتك وترد عليهم الفاظه معاي لو سمحت. ما عليك اخوي، ما عليك، نسمع وجهات نظر المشاركين معنا في البرنامج. تفضل اخوي كمل. فما يعني ما انت الحين تبي تطلعها من البيت وتبي تاخذ فلوسها وتقعدها في ملحق 4؟ خلاص فيها شرك يا اخي، سلم على امك واطلع. مو بلازم تودي مرتك ولا عيالك. هذا ورثي عزيزي. الحين بسالك انت، امك لها عوض؟ امك لها عوض؟ والله هي عوض حق امك ولا عوض حق مرتك؟ المره تجيب غيرها 10 والعيال تجيب غيرهم وتسميهم نفس الاسامي، لكن امك وين تعوضها؟ خلي وهي وين تعوض ولدها؟ الولد تجيب غيرها 10، خساره التمايم فيك. شكرا، هذا من ذوقك. عفوا، يعطيك العافيه. ننتقل حق ضيفنا الثالث اخوي محمد. تفضل، شنو رايك بالموضوع؟ تفضلي. والله انا مستغرب. أنا اللي فهمته يعني الموضوع كله على بيته. أنا ودي أسمع من أخوي أحمد أكثر، ليش هو أو أم أحمد ليش ما تخليه يبيع البيت؟ إلا البيت يا ولدي. يعني المشكلة ليش لهالدرجة كبيرة؟ أنا يعني هو يبيع البيت عشان الفلوس ويبيع أمه نفس الوقت. لا ما قلنا يبيع أمه، حشا والله. تمام، يعطيك العافية أخوي. أنا أمه يبه يقلني في الملحق. تسلم أخوي، تسلم. يمكن انت متفهم اكثر واحد متفهم في المكان هذا وضعي. اي متفهم، ما فهم السالفه. خلنا من البيت وخلنا من الديون ذي، تعال انا مشتاقه لك والهانه عليك، خلني اشوفك. لا مرته ما ترضى. شلون اخوي؟ مرتك ما ترضى تروح. يا اخوي انت ليش رايح وياي على موضوع مرتي؟ سؤال انت مهم. مديون ما يشيل امه برا مديون وبتحط امك؟ ما قلت لها بحطك في البيت داخل، بحطك في ملحق برا. زين مرتي تسبب لي مشاكل 6 الصبح تقعد مرتي تقول لك مشي لي تسبب لك مشاكل؟ اي 6 الصبح يمه اطقين على ان الباب، قوموا سووا لي ما ادري شنو، قوموا سووا لي ما ادري شنو. انا اللي اسوي لكم. زين قوم سوي لها امك، قوم لها سوي. انا اللي اسوي لكم، انا اللي اريد. فاذبحها. اعزائي المشاهدين، نطلع فاصل ونعود اليكم من جديد. خلصوني من هالسالفه الماسخه. ما حد قال لك تجي؟ ما حد قال لي لا كان ما جيت. والله ما قالوا لي الموضوع خالص. قم حب راس امك واستسمح منها. اقوم شو اسوي؟ حب راس امك واستسمح منها. انا استسمح منها وهي ما تبي تبيع البيت، قاعده تعاندني. والله انا مو فاهم شطاطس. احمد يبا، يا احمد قعدي مكانك. لا حول. انا والهانة عليك. مشكورة، ابي شوفتك يا ولدي. مشكورة، ان شاء الله يما تفضل. قاعدي ولا في خير؟ ساعدك يما؟ تبيها ساعدك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. عدنا لكم اعزائي المشاهدين من الفاصل لنستكمل الحلقة. استاذ جاسم تفضل، كلمة أخيرة. شو اقول؟ ما والله ما عندي شيء اقوله، يعني ايش بقول؟ الله عسى ربي يصلحها. اي بيت انت بعد الله يهديك؟ الموضوع كله بالبيت. يبيع امه عشان بيت؟ شلون يقعدها في بيت غرفه؟ تقعد امك في غرفه 4x4؟ لا بس انه هو يقدر يقعدها في بيت. تقعد امك في غرفه 4x4؟ لا بس انه اذا لو عليه ظروف ممكن. انت حلو عليك ظروف تبيع بيت امك. ليش قاعدها غرفة 4x4 وما تشوف عيالها؟ هي عايشة بروحها في البيت. ما هي عايشة بروحها، يجونها ناس يجونها عرب. بروحي يا يبا، اتق الله. عشان اللي يسولف مو معاكم
ومو مع عمي قاعد تسكتونه وتقولون لا ما قاعد نسكته قاعد نفهمه. ها يعني بعد الحين صار أسوأ صار مش فاهم. لا عادي ما نفهمه ما فيها شيء ترى ممكن مو فاهم الموضوع عدل. وانتم كلكم فاهمين الموضوع. مو فاهم ان انت تبي تستغل الموضوع. استغل شنو بالضبط؟ تستغل امك. انا استغل امك؟ ايه ترى قعدي امك يعني قعدي خليه يعني ما بقى كثر اللي راح. ها احمد طق عليك. انا والهان عليك ابي اشوفك يا احمد. انزين ان شاء الله وقعي ان شاء الله بتشوفيني اليوم. يلا هاي ادافع عنك. انا غلطان اصلا من البدايه جيتكم، هذا اكبر غلط سويته في حياتي، ويا ريتني سمعت كلام زوجتي لان هي عارفه يمكن مصلحتي اكثر من امي اللي جابتني. وانا يمكن قبل لا اطلع بس بشكر الشخص اللي كان واقف معاي. يعطيك الف عافيه. وياك. ترى هذا مقلب وانت كنت معانا في برنامج ايش بتسوي؟ والله بقوم ببقس لك انا زين انك ما قلت لك والله. تضربني يعني؟ والله يعني زينك مو في وجهي. والله العظيم. انت معانا في برنامج ايش بتسوي؟ زين يا ريال ان فرط. والله العظيم. والله قاعد ارقل. والله قاعد والله عرقت. والله ما اقدر اتكلم يعني ما في شيء غريب. شيء غريب والله لحد الان مش قادر اوقف. اهم شيء البيت. امه تبي تقوم تسلم عليه تعال بشوفك وهو يقول لها لا انبهتي البيت. وتفاجأت ان اخر شيء طلع مغلب. مغلب جميل يعني حلو.